قبل قليل انطلقت مقابلة نادي دينا القنيطري ونادي القصبة تطوان برسم الجولة 17 من القسم الوطني الثاني للدوري المغربي الفوتسال. قدما عند لاعبي قصبة تطوان كيبحث على التسديد المباشر، خطأ دفاعي واضح في صفوف دينا القنيطري كيستغلوه لاعبي قصبة تطوان وكيفتتحوا التسجيل في الدقيقة الثانية من المقابلة. إذن جوج دقائق بعد المقابلة نادي قصبة تطوان كيفتتح التسجيل هدف دون مقابل أمام دينا القنيطري هنا في أرضية قاعة الوحدة مدينة القنيطري. خطأ دفاعي كان قوي عند حسام عقدوي، مراوغة جميلة وكيف تسد جميل، تغيير دفاعيه واضحه غير يبحث على التسديد غير يسددها وكي نخرج موفق. حلي وغير يبحث على التقدم سويا، حلي وغير يسدد قويه ماشي بواحد البراعه كبيره، فقط كان التغطيه ديال احد دفاع ديال دينا. والهدف الثاني على غفله من الجميع، قسم التطوان كيسجل الهدف الثاني في هذه المقابله بعد مرور سبع دقائق ونصف. نادي قسم التطوان كيتقدم بهدفين دون مقابل على حساب نادي دينا القنيطري. حكم في حوار مصمم مع لاعبي الفريقين على التسديد سدد تصدي جميل على مقاتين من حارس دينا القنيطري هشام خمسي. اتجاه سفيان الحليوي غيتقدم بها اتجاه حسام عدا كيتقدم بها سفيان كيقلل الفريق بطريقه جميله. سفيان الحليوي كيتقدم بها من منتصف الملعب كيراوغ كيموه وجه لوجه مع محمد بوشان كيقلص الفريق لصالح دينا القنيطري. إذن بعد مرور 16 دقيقة ونصف على بداية الشوط 13 ثانية على نهاية الشوط الأول من المقابلة، محمد بوشان طويلة عند المخنطر في يد الحارس هشام خمسي ما كيتمكنش من السيطرة عليه. خطأ من الحارس هشام خمسي كيستغلوا لاعب قصبة تطوان وكيسجل الهدف الثالث في المقابلة. إذن على بعد 9 ثواني من نهاية الشوط الأول لاعبي قصبة تطوان كيضيفوا الهدف الثالث وكيتقدموا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد على حسب دينا القنيطري. إذن نهاية الشوط الأول من المقابلة بتقدم قصبة تطوان بهدفين مقابل هدف واحد على حساب نادي دينا القنيطري. صديق متابعينا الكرام، الحوار لا زال مستمرا ما بين السلطات المحلية لأجل اتخاذ القرار المناسب، هل إيقاف المباراة أم استمرارها؟ والأسباب كانت إدارية بالدرجة الأولى. حنا دابا حنا عملنا التحليلة ديالنا نهار الأربعاء، ولكن تعذر علينا باش نوفروا التحليلة ونجيبوها لهنايا نهار المقابلة، لأن حتى نهار الاثنين إن شاء الله غادي يوجدوا لنا لي ريزلتا واجدين، ولكن خص اللي غيكونفيرمي يعطينا المسائل. ما قدرناش نجيبوا نهار الجمعة، ما قدرناش نوفروها. دابا حتى نهار الاثنين إن شاء الله ونشوفوا ننسخوا مع الجامعة على الله يكون شي تقدير لهذا الشيء هذا اللي وقع لنا. المهم باقي عندنا بزاف الخواضات غندخلوا فيهم. بقى فينا الحال من الأول دلع. أول عام كنخدم بلا بريباراسيون، أول عام كنخدم بلا ليفيكتيف. جيت من الفرقة لقيتها خاوية ما فيها حتى شي واحد من اللعابة، بقينا كنجمعوا الدراري اللي ما عندهمش ليكسبيريونس. الوقت اللي كنا كنوجدوا فيه الفرقة كامل مشى لنا في الدورة الأولى، سالينا حنا الدورة الأولى بنقطة واحدة في القاع، حنا الأخرانيين وبعادين على اللي قبل مننا. وبالرغم من ذلك ما طيحناش السلاح، بقينا كنوجدوا عندنا تبارك الله الجروب مزيان، الدراري اخلاقيا وكرويا بداو كيتعاملوا معنا، مشاو معنا مزيان الحمد لله. وصلنا لواحد المستوى، ربحنا جوج الربحات خارج الميدان وتعادلنا في واحد جوج الديربيات وجبنا نقاط ودخلنا في الكومبيتيسيون. ولكن ملي كتوقع شي مسائل بحال هكذا كتعطيك واحد الدفعه سلبيه، الانسان كيحس بشويه الاحباط. يعني انت كتقاتل من واحد الجهه وكتجيك من جهه اخرى وهادشي كبير، فهمتي؟ لا اله الا الله وصافي، هادشي اللي غادي نقول لك. المهم اللي علينا حنا عاملينه ومازال مستمرين حتى الاخر نشوفوا.